Donc, qu'il les éloges, plus de 2 heures de live. L'invité souffli. Oui, voilà. Chauffe. Il est Aïe, l'invité بسوفلي مزيان، ولكن ما نقدروش يعني نورمالمون سندير السوايع، ولكن صوفيا انا هو تيعاود لينا حويجات ديال حياته فريمون بروب كارير كارير بدات من الاول، داكشي علاش خدات الوقت داك بزاف. الشيء اللي كان. لا من الحمد لله صوفيا، حيت انا مزيان باش الناس يعرفوا كيفاش كدوز، بصح كاين المعاناة، بصح كاين بزاف الحوايج، ولكن كلشي اكزاكتومون كيدوز وتكبر. اكزاكتومون ولا خدمتي يا مراد، والله لا خدمتي ودرتي راسك داكشي اللي باغي انت، اللي كتحب، يعني درتي راسك شي حاجه كتحبها. شوف انا ماشي كلشي كان مهد قدامي، كلشي زوين، كلشي زعما، ولكن راه نقدر نقول لك انا باش نمشي لي جوز اولمبيك 2016، انا مازال عاقل في 2016، انا كنشري كنقلب باش على الفلوس باش نشري البوانت باش نقدر نجري بها، ما كانش عندي البوانت باش نجري. اي با صافي، حيتاش اي علاش؟ با كان بزاف ديال المشاكل قدامي، يعني بحال كانت كتخدم الفلوس باش ندير لي ستاج ديالي في الفران، يعني فهمتي، يعني الحذاء ديالك هو الاخر كنتي كتشري. ولكن الحمد لله ان فوا درت كاتخيام بلاس، سبونسور ديال لي فيتمون ديك الساعه تقاد ليا تما، خديت الحوايج تما، يعني هذا مشكل تحل كبير كان هو في الطريق ديالك، ولكن وي تحل. هذه آه الحياه، يعني هذا الشيء ما كيوقفش على هذه الجزئيات بحال هكا، يعني اللي كنتي انت كتبغي داك الشيء اللي كدير، وي خصك تحدى اي حاجه جات قدامك، خصك تحدى اي حاجه. الحمد لله حنا في البلاد، شوف كاين شي غيسو فيه البقالي، يعني راه كاينين بزاف بزاف ديال العدائين، بزاف ديال المواهب. شوف كاينين عدائين بزاف. خي مراد، ديك النهار تبعت الحوار ديالك مع سي داوده، وي وي قال لك واحد الكلمه زوينه، ديك الكلمه زوينه هي اللي كنبغيو انا لحد الان كنبغي الناس هي تفهمها كما فهمتها. اه وي شوف، كلشي كيجري، كلشي كيلعب الكره، ولكن راه ماشي كلشي شامبيون. اكزاكت اكزاكت فوالا هادشي اللي كاين، يعني ماشي كلشي شامبيون، يعني ماشي انت كلشي عنده ديك البوتونسيال. راه قالها لك بحال هكا بعد اه الهضره، اه قال لك واش اكزاكتلي انا، لا انا واش عرفت راسي بطل؟ ما عرفتش راسي بطل، ولكن مع عند الله، مع عند وي الله ربي عطيني هاد الموهبه هادي، يعني كاين اكزاكتومون بوتونسيال يعني تقدر تعول عليه ديالك. هادشي اللي كاين اه وكانت واحد ليكسيلونت رونكونتر اللي قلتيها مع سي عزيز داوده، كانت بارمي تا هو لي بلو بو لايف اللي درت في هاد لا بيريود دو كونفينمون. قال لك فيصل، اسكو اون ريكلاماسيون ايتي ديبوزي بور لو فينيش دو لا دايموند ليغ بروكسل؟ درتو شي ريكلاماسيون؟ العام اللي فات خسرت الفينال ديال الدياموند ليغ، كلشي تبع، خسرت في الفينيش، يعني كنت غادي نربح، ولكن الاتليت الاثيوبيان دخل عند الكولوار ديالي ودفعني، ما خلانيش نربح، يعني دونك بواحد الجزئيات البساط. دونك اللي بغيت نشرح للناس، يعني كلشي كندير ديجا واحد اللايف ديالي وشرحت للناس بزاف، يعني كلشي سولني سوبيان خصك تحط ريكلاماسيون. دونك انا فاش خرجت من التيران مشيت للكونترول ومشيت دوباج، يعني جيت ديريكتومون مشيت تديت معايا داك الكونترول، يعني عندي الحق نتحرك يمشي معايا باش كنقلب على لونترينور والمانجر ديالي، لقيت هما ديجا مشاو يحطوا ريكلاماسيون. ريكلاماسيون. تري دونك بيان لا ريكلاماسيون اللي غادي نشرحها للناس دابا، لا ريكلاماسيون هما ديك الناس باش جاوبونا حنا، يعني حنا ما لينا حتى شي ذنب باش دخلنا لعندهم. لا ريكلاماسيون اي، لا فوت كاينه، ولكن شنو كاين عاوتاني من بعد القانون ديال الدياموند ليغ؟ هذاك ميتينغ ماشي شامبيون دي موند وماشي دي جوز اولمبيك، وي دونك هذاك ميتينغ يعني ماشي منظماه دوله ولا شي حاجه، يعني منظماه اكزاكت جوست ان ان كلوب ولا شي حاجه، اورغانيزاتور يعني هما كيتحملوا المسؤوليه ديالهم. يعني قال لك ما يمكنش لينا نقصوا ديك الاتليت، يعني واخا يخرج رجله على لالين بحال اللي خرجها الاخر في 2006، يعني ما قصاو حتى شي واحد. صافي تقبلنا الامر عادي، كيبقى فيك الحال. انا 3 سنين 3 سنين مراد ما تابعتش نخسر الفينال ديال الدياموند ليغ، 3 سنين 2017 2018 و 2019 كندير ماشي دوزيام بلاس، ديما كندير دوزيام بلاس بلي سونتيام صغار، يعني ماشي شي حاجه كبيره، ديما الفينيش. ما ولاتش ماشي عقده هذه غنقولوا لا لا لا، ان شاء الله ماشي غتحل، ان شاء الله غتحل ان ان شاء شاء الله الله. ان شاء الله. الوغ كنا باغيين توت الوغ كنا باغيين ندير لك سوربريز، حيت كان باغي واحد السيد يقول فيك واحد شي كلمه بحقك. كنت تلاقيت معاه هدي حتى هو في ريو، تلاقينا في مطار وهضرنا بزاف، اللي هو انس. كان بدنا نعاودوا أنس مودن، فوالا انس أنس مودن ونتخانق تا هو اكزاكتو زويوان، تبارك الله عليه، شنو نقول لك، صديق ديالي ولد اكزاكت فاس، هو جمعتهم عنده أنا تلاتة هو ديالو
مصطفى اسماعيلي صراحه اللي مضحي معاه حتى هو حتى انس مضحي مع الاطليت ديالو بزاف حتى ما بيناتهم واحد الغولاسيون هكا يعني كنشوف فيهم بحال كيما انا كيما هما يعني حتى الاطليت ديالو بدا معاه يعني معاه هو ما كان مع حتى شي واحد اخر يعني لحد الان مازال هو وياه وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله والله يوفقهم في المستقبل ان شاء الله. كان ايفيكتيمون كنا باغيين ندير واحد لابتيت سوربريز في لا دوزيام اور الساعه الثانيه كنا غنبداو به هو ساعة ما كانش ديك الساعة مازال ما كانش هاد لافوتو هاد لافوتو في شوفين شوفين دافريك في أصابة هادي في نيجيريا هادي اللي بغيت تعاود ليا ونقصتيها قول لي شنو كاين هنا خرج ما مشيتش عاوتاني مع الديليغاسيون هذاك الشوا ديالك سي ان شوا لي ديالك انت ولا مشات عليك الطيارة لا انا هي في هي المشاكل اللي وقعوا ما بسبب الطيارة هادي يعني هادشي باش جايك يعني كان واحد الفول كان كيكون من كازا مع 12 الليل اييه عرفتوه يعني ديريكتومون لاغوس لا عرفتوه كازا لاغوس عرفتوه حنا خصنا نمشيو الاصابه اصابه بعيده على لاغوس ب 600 كيلومتر هاي دونك حنا فاش مشاو هما الدراري مشات ديليغاسيون كبيره يعني من قبل مشاو مشاو زعما المسؤولين يعني مشاو هما المدربين قبل من لي زاتليت باش يقادو لوطيل ويقادو بزاف ديال المسائل دونك هادوك فاش وصلوا يعني قادو لوطيل خصهم او موان واحد فيهم يرجع للمطار يتسنى لي زاتليت اللي جايين باش يقدر يجي معاهم هذوك المسؤولين ما لقاوش فاش يجيو شكون اللي غيجيبهم لديك المطار وي واحد ما كيديها فيهم في ديك تما دونك حنا هادو مشاو قبل مني لي زاتليت بخمس ايام وانا مازال في الرباط كنتريني يعني مازال عادي كنتسنى البول ديالي يجي دونك النهار غادي يجي البول ديالي انا غادي الطياره غادي في طريق للمطار وعيط للدراري في التليفون هما كانوا تما كنسول فيهم عادي كنهضروا قالوا لي سفيان يرجع بحالك بلا ما تجي بحال هكا قلت لهم علاش غادي نرجع والله العظيم قلت لهم علاش قال لك حنا راه باقيين ما وصلناش للوطن هذه خمس ايام حنا مكرفسين في المطار فهمتي دابا ايبا هما ماشي مسؤولين ماشي مشكل المغاربه ماشي مشكل ديال حتى شي واحد ديال لوغانيزاسيون تماك ديال هادوك تما ما كاينش ما كيعبروا حتى شي واحد اللي واش ما كيجيوش عندك قال لك كيجيو عندنا هما المطار كيطفى فيه الضو مع الساعه 10 اييه هادشي علاش كيحبسوا لي فول قال لك الساعه 10 كيحبس الضو ما كيبقاش عندهم هذيك كاينه دونك هما كيبقاو مساكن النهار كامل من تما حتى الساعه 10 صافي كيديهم واحد لوطيل وتسنى النوبه شحال من الاطليت مبلوكي تما ماشي غير المغاربه يعني كلشي مبلوكي صافي قلت لهم واقيلا انا غادي نجي ماشي مشكل غادي نجي ونشوف كيفاش ندير واخا نعرف ناخذ غير طاكسي كاع ونمشي بهذيك 600 كيلومتر ولكن صعيبه تما بزاف تمشي في طاكسي لو ريسك ديال صح لينا باش وصلنا تما كتمشي تهضر مع شي واحد صعيب عرفتي وصلنا بدا اول حاجه المود ديال الضحك هو انك كتوصل خصك تخلص الفيزا تما في المطار هذيك كاينه وصلنا مع جوج ونص ديال الصباح شكون اللي غيخلص لك الفيزا فينا هو كاين شو انت تسنى مع راسك تما صافي خلصنا ديك الفيزا على اساس زعما غادي تخرج غتاخذ الباجاج ديالك غتلقى الاورغانيزاتور كيسايلوك تما باش تمشي تقول شي واحد واش كاين ولا غير بلاكه وحده كتعني بلي راه كاينه شوف الله الله صافي نفس الكاري مع عاوتاني حدايا انا ويا ديك القضيه ديال داير ساكي في كتافي وغادي غادي انا ويا انا ويا اللي صافي كان ديبلاسي وانا ويا مشينا كانت مدام حكيمه في المغرب هضرت معانا حنا قبل ما نقلعوا وعطاتنا الفلوس نديوها معانا من لا فيدراسيون على اساس باش نصوفيو لو طخات لي زاتليت اللي حاصلين تما وخا نعرفوا ناخذوا ميني بيس ونمشيو مجموعين ديك الساعه دونك حنايا فاش عطاتنا ديك لونون ديال لوطيل اللي جالسين فيه الدراري مشينا شتينا ديك الطاكسي تما مع 3 ديال الصباح خارجين في الطاكسي خرجنا واحد الطاكسي ما نقول لك ما عرفتش انا حتى الان مازال واش نتيق واحد الطرقان كيديرين وداك الشيء كي غير كيداير دانا ديك اوتيل ايبيس انا مازال عاقل ما لقيناش لي زاتليت في ريسبسيون فصول اليوم ما كاينينش كاين اون فاصلي واحد ايبيس واحد اخر مشينا ما كاينش ديك لي زاتليت تما الدراري ما لقيناهمش هي قالت لنا راهم في ايبيس حتى هما هضروا معاهم ولكن هما جاو خرجوهم مع جوج الليل من ايبيس هذا هو المشكل خرجوا من الاوتيل قالوا لهم كاينه واحد الطياره مع 5 الصباح بلي غديهم للاصابع فوالا غادي يديهم الاصابع حنا فاش خرجنا من ديك المطار قلنا لديك مول الطاكسي ردنا لديك المطار قال لنا فين بغيتو تمشيو قلنا له بغينا نمشيو للاصابع قلنا دابا شوفوا حنا راه كاين جوج مطارات هنا هذاك اللي قلتو فيه نتوما راه انترناسيونال دابا ناسيونال خصنا نديكم ليه قلت له دينا ليه دانا ليه قلنا حنا غنلقاو فيه لي زاتليت ديالنا مشينا ما كنلقاوش لي زاتليت ديالنا عينا نقلب غنمشيو من الانترناسيونال كنسولو حنا في ديك الفول اللي غادي يمشي من ديك الناسيونال غادي يمشي لديك اصابه ما كاينش فول كاين واحد ولكن ديك الواحد كاين مع 10 الصباح
حنا كنسمعوا 5 د الصباح، لا 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 ولكن مع لا 10 د الصباح قلت لكريم، قلت له واخا نتسناوه حتى نطيبو ما غاديش يديونا، علاش؟ حيت غادي يديو لي قبل منا. شنو اكزاكت درنا انا وكريم؟ بقينا كنفكروا وكنسولوا غير بشويه، قلت له واش كاين شي فوز زعما كيحط في شي مدينه اقرب مدينه لهذيك المدينه الاخرى؟ حسابها قال لنا كاينه واحد المدينه نسيت سميتها، بورت سعد. والله ما بقيتش عاقل يعني، واقيلا بقيتش عاقل بالضبط. واقيلا قال لي غتبقى لكم ساعه بالضبط بالطوموبيل تما. قلت ليه مزيان نمشيو. قلت ليه كي غادي نقطع البي؟ انا حسب يقطع شي بي كيما الناس الانترنيت الروينه هكذا. قال لك دوز وترجع لي الضحك. ستيلو اصاحبي والورقه، ستيلو الورقه كتب لك الاخر هذاك، كتب لك ستيلو الورقه الباكاج ديالك تخلو معاك في يدك ما تعطيهمش وما يديهم. وعلاش؟ عرفتي والله العظيم الضحك خداو ديك الساك لاحوه ديك الاخر، انا مابقيتش خايف على الباكاج بان لي يمشي ليا، كنقول ما لقاش باش نلعب، وهنا ما كاين لا فين تشري لا ما فين دير حتى شي حاجه. صافي وصلنا تما لديك المدينه، نزلنا مشينا قسمنا البوليس نيشان، قلنا اليوم ها شنو ها شنو اللي كاين. قال لك واخا عين، حيت ما تمشيش تاخذ طاكسي وانت ما درتش مع البوليس. بيان سور بيان سور. صافي هو عيط لنا على واحد من الطاكسي، قال لي قال لنا واش عندكم لادريس ديال الهوتيل؟ قلنا ليه عندنا. تانا وصلنا لديك الهوتيل اللي دخلنا ليه، دخلت عاد مع العيار عارف اللي كامل نعست نعست. وصلنا مع 12 ديال النهار للوطيل، نعست فوقت غادي نتغدى مع ديك الثلاثه. انا فوقت مع الثلاثه هبطت نتغدى في الدروج، هبط كنلقى ديك لي زاتليت اللي سابقين يلاه طالعين في الدروج مساكن، هذيك 6 ايام وما كانوا حاضرين. واو 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 عرفتي كنشوف كل واحد كنقول ملي شفتو كنضحك انا وياه، كنقول له شوف كيقول لي كي درتي انت وصلتي بعدا لهنا، كنقول له كيفاش درتي وصلتي؟ هما فين انا من المغرب هما فين بقاو؟ صافي كانوا كيخليهم مساكن النهار كامل في المطار والليل كيردوهم للوطيل النهار كامل، تسناو حتى الغدا تسناو حتى الغدا ما لقاوش الحل ليهم. وشحال كان باقي لكم، باقي لك انت لا كومبيتيسيون؟ فاش وصلت انا كانت باقى ليا دو جوغ عاوتاني، كانت باقى ليا دو جوغ. صافي لعبت ديك الساعه فينال ديريكت، كان معايا كي بروتو هو نيت عاوتاني، كان خصنا نديرو ضروري من لي دو بخوميييغ انا وياه باش نلعبو الكوب كونتيمونتال كاين تكاليفه ولا داكوغ. صافي درت دوزيام انا ديك الساعه هو دار بخوميييغ، كان صهدو لعبونا مع الثلاثه ديال النهار عرفتي، ولكن كانت واحد التجربه زوينه تما. وهنا في كان ديك الدري لاطليت ديال انس، درت هو ثوازيام بلاص في الويسترن ديك الساعه، كان ديك الساعه هادو حوايج كيكونوا واعرين والله كيدوزوا. ولكن لافريك، لافريك تبقى عندها لو شارم ديالها، وديك هادشي حاجه اخرى مسائل هي لافريك ماشي بحال، ماشي كامله بحال بحال انت راك مراد. انا 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 اول خرجه ديالي خوفا في حياتي المهنيه كان جوستومون في نيجيريا، ولكن ما مشيناش في الطياره نور، مشينا في اركول 630 ميليتير وداك الشيء في بلاصه التسويع، درنا 12 ساعه واحد الوقت نقول لك طبت. لا لا صعيب على ودني الضغط هنا واحد الوقت مشيت عند البيلوت قلت لي الله يخليك تقدر تحطني هنا نكمل على رجلي، فكنا يلا درنا شي 6 سوايع. ومنين هبطنا، منين هبطنا اول 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 مره في لاغوس مدينه اللي فيها 30 مليون ديال انا ما فهمتش كيفاش الناس مع 3 الصباح، 3 الصباح بحال عندهم نو ستوب كلشي غادي في الطريق كلشي واقف نو ستوب، ما كاينش ما كاينش ما كاينش. ولكن داكشي كله سي فري كاين بعض المرات ان بو دو ريسك، ولكن الحمد لله زعما كتت صعيب القاره ديالنا فيها فيها ميتشاف، واخا داكشي وفيها ميتشاف فيها كاين هادشي اللي كاين. الوغ وزاني غران جورناليست يميريت ترافاي بين سبور فرونس 2، هذا مور واخا ميرسي بوكو تنشكرك. حنا دابا غير هنا غير هنا مع الاخوان ديالنا، والله الا سان في فريمون بليزير دو ريسيفوار لو بري بري مينيمال بو شوسور بور لاتليتيزم. قالك الثمن الثمن ديال 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 لي شوسور ديال 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 على حساب على حساب لا مارك مينيموم. قالك لو مينيموم مينيموم بالنسبه للبون مارك علاش باش يحافظ على الرجوله 600 درهم 600 درهم. تري بيان 600 درهم 700 صحيب. قال لك اون فو بلو دو ميداي دو برونز، رامين نو دو لور ان شاء الله، tu as un potentiel énorme. فوالا دونك ميرسي دانكوراجي سفيان. زيد نشوف عاوتاني كومبيان دو كونترول انتي دوباج بار ان؟ وي هذا سؤال. شحال شحال سفيان من بعد بعد ريو ديريكتومون دخل السيستم لوكاليزاسيون اللي ما كيدخلش ليه كلشي. داكور دونك باش نفسروا باش نفسروا الناس اللي تيتفرجوا، بون هذا سيستم ديال الباسبور بيولوجيك كتولي متابع من طرف الاتحاد الدولي، يعني متابعينك اي حاجه درتيها، يعني ما كاينش ما عندك فين زمزم كما كيقول لك. يعني من بعد ريو بالضبط دخلت انا الكونترول السيستم كونترول دو باج، كتولي مراقب خصك لوكاليزي لوكاليزاسيون ديالك فين ما كنتي.
يعني خصك كيعطيوك هما لوكاليزاسيون ديالك شعمرها، كدير ساعة في النهار معايش بالضبط بغيتيهم يجيو عندك، ولادغيس ديالك فين غادي تكون. دونك الا جاو وما لقاوكش ديك لادغيس اللي عطيتيهم وما جاوبتيش، يا مونكي هذاك جمعتي 3 مونكي كتسمى بوزيتيف واخا انت ما درتش شي برودوي فيناليزي. دونك انا هذا الحمد لله، انا بالعكس انا والله من 2000 من هذاك نهار دخلت في السيستم ديال الاخر كتشوف لك تحس براسك كتعطيني قيمه واحده اخرى، تزادت لك متابعينك. دونك وكتشوف ان الناس اللي كيجيو يديروا لك الكونترول انت دو با سي با ماروكان سي دي ترونجي، يعني كيجيو معذبين شو شحال عاطين قيمه لهذا الشيء. كندير تقريبا لحد الان في باسبور بيولوجيك يعني سونغين وغي عندي يعني تقريبا 54 كونترول توتال، يعني من نهار من 2017 لدابا. ايوا يعني 54 يعني راه ماشي سهله. باغفوا كتلقاهم كيديروا لك دو كونترول في النهار، كيجيك عندك الصباح ويجي عندك الليل، هذه حيله ديالهم اللي كيديروها باش يقدروا يشوفوا واش كاين شي حاجه ولا ما كاين والو. وهذا الشيء تيطلب سفيان واحد ليجين دو في تكون منضبط في الماكله ديالك. هادشي علاش كنقول لك تكون يعني هنا فاش كتولي اتليت ديال لونيفو، يعني ما كتبقاش ديال راسك، يعني كتولي حاضر راسك مجمع جوايا ما كتيقش. يعني الماكله ديالك كترد ليها البال، يعني اي حاجه خص ترد ليها البال. وهذه ماشي غير اللي كنقولها، كنبغي نقولها لكل شيء وكاع لي سبورتيف ديال لونيفو اللي خصهم يحضروا راسهم ديال بصح ديال بصح. تري بيان تري بيان. قال لك قبل من واحد لا كورس واش تتهضروا مع لي لياف باش تهضروا على لا تاكتيك ديال لا كورس ولا لوغانيزاسيون هي اللي تتكلف؟ ماشي حنا، ولكن قبل من لا كورس، يعني ماشي في نفس ماشي في لا في ديال لا كورس، يعني قبل بواحد دي جوغ ولا 15 جوغ كتكون كيكون كونتاكت ما بين المناجر وسميتو والمنظم ديال السباق. ولكن ماشي كاع لي زاتليت كيكون معاهم كونتاكت، كيكون مع 3 بروميير فلو موند، يعني معايا انا ومع كي بروتو ومع جاكر، يعني الناس اللي كيكونوا كيهبطوا على موان دو 8 مينيت، يعني هذو اللي كيقدروا يهضروا معاهم. ولكن قبل لا كورس يعني حنا ما كنهضروش معاه، كنمشيو كنلقاو هو جوست المنظم كيطلب من المناجر يقول له بحال دابا بقى لي شحال بغا في الكيلومتر الاول. داكور. عاوتاني كيقول له شحال بغا في 2000 متر، عاوتاني كيكومباري بين ثلاثه بينا وكيتفق على واحد لوطون هو وكيحطو كيشوف لي مناسب لينا وكيحطو لينا تما. تري بيان. قال لك مجيد البروبليم اون افريك ميم اون اتليتيزم جو كرويي جوست لو فوتبول. لا لا لا، ولكن الحمد لله والله الا اون كارد دي سوفينير زعما لا فيغيتي تقال لا اون طونك سبورتيف بيان سور راه دراري، ولكن حنا اتليتيزم فرق كبير ما بين الفوت والاتليتيزم. تجي تشوف الافريك بزاف، احنا حتى حنا في المهنه ديالنا حتى حنا عندي دي سوفينير مانيفيك زعما في القاره ديالنا. ماما افريكا، وي ماما افريكا سو كو لي جون اندور افون لا كورس. وي تي ان اكسيلون ناراتور تبارك الله عليك. سا شوف راك عندك من بعد غوسيكاج بين سالي راه بين شنو غدير. واش عندك شي كوتش مونتال؟ هو كريم. هو كلشي والله العظيم، هو كلشي. انا الجروب ديالي جيست معايا كريم اونترينور نيتريسيونيست كنديان. هادشي من بعد شامبيونو دي موند سهل علي الامور، يعني الجامعه وفرت لي الظروف هذه، يعني مع باش تكون عندي نيتريسيونيست. عندي ان كيني، عندي ان كيني ديالي هو اللي كيكون معايا ديما، يعني محتاج هو ماشي غير في باش يكون الماساج ولا شي حاجه، يعني حتى في الحالات ديالي هو ديما اللي معايا في كلشي. تري بيان. Et qu'on espère que la mentalité d'elle rêve deuxième ou troisième mette brèche ou tu lis la mentalité d'elle chasna ndrebhou les titres. Bravo champion. What's your next in your career? L'objectif d'elle Sofiane pour ta carrière. Courage champion. Merci Simonrad. Merci. Péché mignon de Sofiane. Niveau culinaire. Je ne sais pas si Sofiane. انا كناكل كلشي سي كامل. هذا كل كلشي والله. ولكن بالنسبه ليا صراحه فاش كندخل في لا كونسونطراسيون حيت بالنسبه للاتليت راك عارف كتجري بزاف، يعني اي لحظه تقدر تنزل البوان ديالك، يعني ما خصكش تراد البال الماكله ديالك، يعني خصك تاكل ديما الماكله تكون زوينه ديالك، سيرتو كنركز على الخضر اللي كتكون فيها منافع كثير. منافع علاش ما تنشوفوش دي ليفغ ماروكان في لي فينال كونتريرمون كينيو ايثيوبيان ديما عندهم جوج ثلاثه ديال لي ليفغ في لا فينال؟ نو ما كاينش هاد القضيه في الشامبيونو دي موند، هو كيقصد نو ما كاينش في الفينال. تقول هما كيتكلفوا ثلاثه بهم او اربعه بهم في الفينال، ولكن كيتعاونوا بهم بلا ما تحس انت بلي كيتعاونوا مع بعضياتهم. دونك هو زوينه تكون انا معايا حتى انا واحد دو اتليت تكلفوا الفينال،
هما واخا ما غاديش يديروا ريزلت، ولكن غير كيحسوك بواحد معاك غادي يعاونوك، يعني كيما الاخرين كيتعاونوا حتى انت كتحس براسك بلي كيعاونوك. وكنتمنى ان شاء الله في المستقبل ان إن شاء الله. يكون معانا ان شاء الله لونيس فينا ان شاء الله. ألوغ قال لك الجي في ماروكان، تبارك الله عليك. سوفيان، كيستيون بارابور أوز أنترينمون أون ألتيتود، شحال من يوم بين اليوم أخر في الألتيتود ونهار ديال السباق؟ انا كنجلس صراحه، انا كنجلس بزاف، يعني هي نورمالمون الدراسه ديال لاتيتيد هي 21 يوم، وخصك تنزل في ديك 21 يوم وتكون حاسب باش تلعب واحد الكومبيتيسيون. دونك كاين لي زاتليت اللي كيحسب 3 جوغ وكاين اللي كيحسب 11 جوغ. انا جربتهم بجوج بيهم، عندي حتى شي مشكل فيهم بجوج بيهم. تري بيان، يعني فاش كنزل من لاتيتيد كنلعب على 3 جوغ وكانوا اللي يلعب على 11 جوغ، يعني عادي. تري بيان تري بيان. يوسف بشيرات، سي مراد، peux-tu continuer de parler de ta première sortie en Afrique؟ ميرسي. واحنا وني اون افريك ديجا بالك، ولكن شوف اليوم الضيف هو سفيان، هو الضيف ديالنا. شي نهار اخر غادي نعاود، ولكن نكمل لكم غير هذه ديال لاغوس. لاغوس ملي نزلت افيكتيفمون درت 12 ساعه وصافي، طبت في الطياره عرفتي ليركول 630، تشوف المهم تشوف كل شيء. يلا درنا شي 6 سوايع ونمشي عند البيلوت، قلت لي واش باقي لنا بزاف؟ قال لي باقي 6 سوايع. قلت له واش تقدر تحطني نكمل على رجلي؟ راه هادشي راه صافي ما صبرتش. ومنين وصلنا لاغوس دهشرت، فريمون دهشرت، عرفتي باش تشوف بنادم بزاف وهذا. وانا مره لا بروميير فوا ما بقيت هضر، هضرت شي ساعه الا ربع عاد هضرت. ومنين هضرت وانا ندور عند واحد السيد كان هو سبقنا، كان معنا في هذاك الميني بوس، وانا ندور عنده قلت له لاباس؟ قال لي لاباس. قلت له واحد القضيه، قال لي نعم. قلت له واش الطياره اللي جابتنا واش غتسنانا غتبقى هنا في لاكوب دافريك كلها ولا غترجع للمغرب؟ قال لي تسناك، واش انت مالك طايح على راسك ولا شنو؟ قال لي غتمشي للمغرب وتتسالي عاد. عاوتاني وليت واحد الوقت وليت خايف، قلت له علاش جيت وكيفاش جيت؟ ولكن الحمد لله الحمد لله دوزنا. وقيت واحد الحاجه تفكرتها، ثاني في لاغوس ما يلاه وصلنا صافي ما لقينا حتى شي واحد، وحنا عندنا الدولار وبغينا نصرفوا الفلوس ديالنا. تخيل كريم، بقيت كنموت بالضحك. صرف 100 دولار، 100 دولار ورقة عطاني بحال هكا، هو يجيب باكة ديال الفلوس بحال هكا، جاب برويطة عرفتي شحال بزاف. كيقول لي واش نبي غنديرو هاد الفلوس هذا اجي نسمع عطاها برويطة. والله إلا فغيمون شحوايج ديك لافخيك، والله إلا واعرين بالله. ألوغ أشنو الحلم ديالك سفيان؟ شوف الحلم، أنا عندي الحلم ما كيحبش الله. سي بيان، شحال ما ربحت، شحال ما وصلت للمستوى اللي وصلت ليه، نقدر نقول لك ما كنت ديما كنطمح. كان هذا العام ان شاء الله، شوف السنه الماضيه كان عندي اوبجيكتيف، كنت باغي ناخذ شامبيون دي موند في لندن في قطر، اللي ما كتبتش درت ثوازيام، يعني بان عليا واحد العيا في التالي ديال العام. يعني عطلوا لينا بطوله العالم ما جابوهاش لينا في الوقت، طرت عليا يعني ماشي لخاطري انا، يعني وقعوا بزاف ديال الحوايج اللي ما خلاونيش انني نكون شامبيون دي موند. المهم دازت هذيك ماشي مشكل، هذيك خصك تنسى يعني باش ما تبقاش ديما اطرى عليك. ركزت ديريكتوم على لي جوز اولمبيك هاد السنه، ماشي لا ميداي دور، ماشي لا ميداي دور، انا جامي كنقول لا ميداي دور، ولكن غادي نمشي، غادي نكون دون لي 3 برومي، يعني غادي نجيب ميداي ان شاء الله. اون فوا كدير ديك لا ميداي في لي جوز اولمبيك بحال اللي درتها، علاش انا حلمت باش نكون شامبيون دي موند؟ حيت ديجا درت دوزيام بلاص في شامبيون دي موند. دونك الا مشيت درت ميداي لي جوز اولمبيك بروميير دوزيام ولا ثوازيام، وعلاش لا بروميير؟ يعني تولي ديما انت كتقول انا راه خصني نقلب على ما احسن، يعني اذا درت دوزيام يعني في لي جو بروشين خصني نقول شامبيون اولمبيك. وان شاء الله كنتمناو العام الجاي ان شاء الله تكون العاب اولمبيه كذلك، ان شاء الله وتكون مسيره مقدمه ان شاء الله. قال لكم ما كنتيش اتليت، اش كنتي تبغي تكون؟ حلمنا بزاف هضرنا قبيل على هادشي، حتى واحد ما كيعرف راسو شنو غادي يكون، ولكن قلت لك من الاول كنت كنديسيدي شنو باغي نكون. الوغ واش تقدر تبدل لا ديستانس شي نهار؟ وي علاش لا، كيما قلت لك قبيله لا تي ديسيبل يقدر يجري من 1500 حتى ل 5000 متر. الوغ بدر قال لك واش عمرك جربتي الباسكيت؟ كنت كنلعب الباسكيت في المدرسه، يعني 1m94 تبارك الله، كنت كنلعب الباسكيت في المدرسه يعني. Alors, bonne idée la prochaine fois, Inch'Allah, tu seras Mourad l'inviter car j'ai beaucoup d'événements. Effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup d'événements grâce à des gens, grâce à des athlètes, grâce à des sportifs. Un moment, il y a des résultats, et nous, on est
par accident حنا تنكونوا اون كوفر هذيك لا مانيفيستاسيون دونك هذاك لو ريزولتا ديال هذاك الريالي سي فري تيتسجل ليه هو في حياته ولكن تيتسجل لنا حتى حنا تيتسجل لنا في الباماريس وفي في الباركور ديالنا مي بون ميرسي كيعيش معك هذاك الشيء اللي كاين ميرسي او زاتليت وميرسي تو لي سبورتيف لي استاج كينيا كيل اي تو ميتينغ بريفيري و بوركوا اشنو الميتينغ ديالك اللي تعجبك وعلاش سميتو 2018 ميتينغ هي الكوريس ديال موناكو اول مره غادي نهبط على 8 ديال الدقائق داكو 8 ديال الدقائق اللي ماشي سهله هي كلاصه ديك لوطون اللي درت ديك النار عاصم افضل توقيت عبر التاريخ ديك 3000 متر مواني وربحت كيب خوطو وربحت جاكر ديك الساعه وفاش جيت المغرب كانت مكالمه هاتفيه ديال ابراهيم بولامي لونسيان شامبيون ديال 3000 متر بيان سور هضرش معايا انا هضر مع كريم قال له فيليسيتاسيون قال له سفيان رابيين شكون هو واش كيسوي سفيان تبارك الله قال له راه قال له كنشوف فيه راسي كما كنت كنجري انا ديجا ابراهيم اللي جرى 7.55 واي يعني يعني ديجا هو ريكورد دي موند ولكن من بعد تبطل ليه ديك ريكورد دي موند ديالو دونك قال ليه دابا منين دار سفيان 7.58 راه ولات ليه غير حدوره ديك 7.53 اللي ديك الريكورد دي موند يعني قال له في اي لحظه يقدر يجي ولكن راه هو ما غاديش يعرف باللي ديك الكرونو غادي يجي الا حتى شي واحد ما كيكون عارف ديك النهار ديال الكرونو واش كيجي ولا اكزاكتلي حلو وقع لي انا في موناكو يعني ما كنتش عارف واش غادي ندير ديك الكرونو ولكن مشيت درتو واي الوغ مهدي بون قال لك واش ما عندكش شكوك في ان كي بروتو كي تعطى المشات ما نظنش سفيان كيما شرحت ليه قبيله كيما شرحت ليه حنا دون واحد سيركوي دابا اكزاكتومون بحال محروسين يعني حنا دابا في سيركوي ديال الباسبور بيولوجيك يعني داخل السيستيم الباسبور بيولوجيك يعني قليل هما عندهم الدوباج يعني الدوباج كاين في العالم كامل يعني ما كاينش عندهم هما يعني كاين في العالم كامل ولكن على هل انا شرحت لك شرح مبسط يعني السيستم يعني كيحمي كلشي est-ce qu'il y a des jeunes qui vont arriver bientôt dans la scène internationale si tu connais قال جاوب على هذا السؤال هذا في الاول ديال هذا اللقاء ومن تايق وماك ان شاء الله كما قال لكم ان شاء الله وراه هو بعداك راه جون حنا دابا نمر سفيان صافي سالينا مازال سفيان يلاه بدا وحنا كلنا معاه وتنشكروا بزاف سفيان انا اش غادي نقول لك ميرسي بوكو لا شرف لي مراد الله شكرا بزاف فريمون بزاف حنا شوف الحمد لله دازو دي مومون كنا صغار يعني مراد كنشوفو في التلفازه كنتفنشر مراد صغار يعني شرف لينا يعني حنا انا الحمد لله كنحسب راسي مازال صغير ومازال كنشوف الحمد لله هادشي اللي كاين وشكرا لك بزاف حتى انت كذلك ميرسي بوكو الاخوان عندكم الانستغرام ديال سفيان الا عندكم دي كيسيون اللي بغيتو ديروه حيت راه ما نساليوش الا بقينا تابعين هادشي هذا مرحبا اللي بغى يشوف كلشي اللي بغى يتبع التدابير عندنا سفيان نشيط عبر الانستغرام واحد لا كيسيون رجعت بزاف قال لك واش ان ستاج في كينيا ولا في ايثيوبيا واش سي بوسيبل نجبدو عشان هشام جبدو الكروز دونك قبل الكونفينمون بدو سومين كانش عندي سيونس في فران تعرف انت البلاطو واحد البلاصه كاينه ايه ولا لا كنت في البلاطو جيت انا في البلاطو هشام داير دوره هو ولا فامي ديالو انا كنت كنسخن جا عندي الاتليت قال لي راه هشام سول فيك قال لك واش سفيان كاين هنا قال لي راه كاين دونك هو حبس الطوموبيل هبط هو ولا فامي ديالو بنيته ديالو هبطوا معاه جا لقى كريم بقى واقفين هو كريم شويه على ما ساليت انا اللي شوفنا جيت سلمت انا وهشام صافا تمشينا واحد شويه انا وياه قال لي صافا كي داير الامور كي غادي بخير شنو لوبجيكتيف ان شاء الله هذا العام قلت له لوبجيكتيف هو الجوز اولمبيك ان شاء الله راه كاينه لا ميداي هكا كيهضر معايا قال لي كاينه وقال لي شنو واش غدير شي ستاجات ولا شي حاجه قلت له والله ما كنفكر قلت له كنفكر ندير شي ستاجات ولكن مازال ما متردد على برا هو قال لي تسمع لي قلت له نسمع لك قال لي هشام عمرو خرج دار شي ستاج على برا قلت لي لا قلت لي عمرك دار شي ستاج على برا يعني في الرياضيات ديال كامل قال لي شنو كنقول لك قلت في افران ما تريني بحالك في افران الا الارض شريفه بحال هكا
قال لي ما ديرش طاج في بلاصه اخرى. قال لي هذه الارض راه شريفه سفيان. قال لي غتمشي لاثيوبيا واش غتلقى نفس الماكله اللي كاينه في المغرب؟ واش غتمشي لكينيا غتلقى نفس الهضره؟ ماش تهضر مع بنادم قال لي لا 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 نشوف كينيا ولا اثيوبيا ما نشوفوش التصاور، راه كاين لو ريسك تما يعني غتمشي بزاف تقدر ما بزاف ما يوفقكش الجو، تقدر بزاف بزاف. الحوايج هما كيترينيو ولا عندك هما كينيا احنا ماشي نسمعو كينيا راه كيترينيو مع 5 ونص ديال الصباح، واي واي يعني كيترينيو هما 5 ونص ديال الصباح والسيون ونص وحده، واش انت غتقدر تكومباري غير ما بين النعاس ديالك وال 5 ونص ديال الصباح؟ يعني لا لا صعيبه صعيبه امبوسيبل شويه. هادشي علاش الواحد امبوسيبل. كيخصو ديما ياخد بالناس اللي سابقينو بالتجربه ديال هادشي داكشي اللي كاين. وتبارك الله هذاك البلاطو تماك في افران زعما شوف شوف افران ربي عطانا واحد القيمه. هذا هذا مسيو بريزيدون سي حيزون واحد العام قلت ليه 2018 قلت ليه بغيت ندير ستاج على برا وكذا خصك تعطيني كذا لا تعاوني، قال لي اه ماشي مشكله عطاني وداز الوقت على داك الشيء يشوف ما مشيتش. قال لي علاش ما مشيتيش؟ ما قدرتش نجاوبه. وي يقول لي اجيش دابا يقول لي واش غتلقى احسن من ديك الكليمه اللي كاينه تما؟ واش احسن من ديك الطبيعه اللي كاينه تما؟ قال لي واش احسن من ديك السكنه؟ حيت جا مورا ديك الاكاديمي انترناسيونال تبارك الله مزيان. شوف راه هذوك لي زترونجي اللي كيكونوا تما لي زاتليت جا معايا ذاك النهار المانجر ديالي دخلته معايا تما شاف كي عرفتي تبهر قال لي واو واش هادشي كاين هنا؟ قال لي هادشي وعلاش ما مستافدينش منه زعما كاع لي زاتليت؟ قلت له لا قلت له ما يمكنش يستافدوا منه كاع لي زاتليت يعني غير ضايع ما غاديش يبقى كما هو، خليو ديك الوليدات اللي طالعين يعني هما اللي غادي يقدروا ان شاء الله يتصرفوا في داكشي ان شاء الله. مشى الوقت فاش كانوا دي زاتليت يمشيو تماك وتيكريو دي بتي زابارتمون دي بتي فيلا تما بتي لا باقي باقي ولكن يعني 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 ماشي بحال شحال هادي يعني دابا قلت لك هذوك لي زاتليت اللي قدروا يجلسوا في ديك الاكاديميه هما لي زاتليت محسوبين على ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال اكزاكتومون هادشي اللي كاين. سفيان غادي نقول لك اخويا اخر كلمه نخليها لك باش باش بوغ ميرسي الناس اللي كانوا معنا هذه الليله هذه. والله شكرا لك وانا فرحت بزاف حيت عيطتي لك قبيله كنت ندوز معاك حيت عارف مع من دايز بارك الله فيك وغادي نهضروا في دي ستيجي زوينين، وكنشكروا الناس على لي كومونتير ديالهم لان جاوبنا الناس اللي كانوا كيحطوا دي كيستيون زوينين. بارك الله فيك وكنتمناو ان شاء الله ربي يحفظنا من هذا الوباء هذا ويدوز في اقرب وقت ان شاء الله ونرجعوا للحياه العاديه ديالنا حيت وحشناها، وكنتمنى التوفيق للجميع والشفاء للجميع ان شاء الله وان شاء الله وليا فراسهم كاملين. وغنقولوا لك قضيه ديما مغرب ياك سفيان ديما مغرب راه شوف مغرب ان شاء الله التصويره هذه راه سي شوك ديما كنشوف التصويره هذه راه بزاف. شوف واحد الحاجه بغيت نفكرها فريو فريو انت فاش دومونديتيني انا ما لقيتينيش اييه شكون تاع كونسونطراسيون جا عندي الناطق الرسمي ديال الجامعه ديالنا ديك الساعه سي نوري هو اللي كان هبطني لعندك باش خرجت من لازون الميك ديال تما اكزاكت مراد شافني قال لي انت طويل بزاف ما تقدرش تجلس ما جلستش على العقل شنو درتي انا هبطت انت حشو واحد الدرجه وانت حطيتي لا كاميرا الكاميرا فوق الدرجه وقديتي داك الشيء عرفتي تفكرت دابا انت بغينا نسالي وانا نتفكر عرفتي حتى انا مازال دابا الكاميرا مالي كان معايا قال لي دابا كي غندير لكم دابا واحد هنا وهو هنا قلت له شوف انا غنلقى الحل غير كون على خاطرك اجا صوفيا لا تجي اجي هنا لا الحمد لله الحمد لله سيدي مومو وهذوك وهذوك لي فريمون هذوك لي جوز اولمبيك كما قلت لك عشتهم انا عشتهم انا مشاو لي سبيسيال فريمون وقيلا لو سول فهمت عشتي سي لي بروميي جوز اولمبيك اللي كنت درت ودرناهم راك شفتي انت الامكانيات اللي كان عنده عند لي زوطخ شان وداك الشيء داك الشيء الامكانيات دايرين وحنا كنا خصنا نخدموا حتى حنا بالامكانيات ديالنا مشاو لي شي كيلوات خليتهم تماك ولكن الحمد لله الحمد لله ملي تنكون او كور دان ايفينمون راه تنساو كل شيء تنساو العيا تنساو كل شيء اللي كاين ايوا ان شاء الله نتمنى نعاودوا ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك بزاف مراد وان شاء الله على لونترينور سمعنا على العائله كامله وتن سويت لو ميور بور لو فيتور ان شاء الله ان شاء الله يا ربي شكرا بزاف مراد ميرسي سوفيان تري بيانتو تري بيانتو خويا تري بيانتو تري بيانتو